بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنانا طلاب الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معانا paragraph about a famous traveler in the past. A famous traveler in the past يعني رحالة مشهور في الماضي. ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا مع بعض نتعرف على الباراجراف. السؤال بيجيلنا في الامتحان write a paragraph of about 50 words من 50 كلمة using the following guiding elements باستخدام العناصر التالية. طبعا a famous traveler in the past يعني رحالة من الماضي. Guiding elements ممكن نستخدم places أماكن، sand dunes يعني كثبان رملية، diary يعني مذكرة، museum يعني متحف. تعالوا مع بعض نتعرف على الباراجراف. مقدمة بسيطة كده، ودي بتفيدنا في كتابة أو عدد الكلمات. I live in Egypt، أنا بعيش في مصر. I love Egypt so much. I love Egypt so much، أنا بحب مصر جدا. I love Egypt so much. I like reading، أنا بحب القراءة. I read about a famous traveler in the past. I read about a famous traveler in the past. في الجملة دي حطينا العنوان بتاعنا. I read about، أنا قرأت عن a famous traveler in the past. He is Marco Polo، هو اسمه ماركو بولو. He was from Italy. He was from Italy، يعني هو من إيطاليا. He traveled to a lot of places. He traveled to a lot of places، يعني هو سافر للكثير من places، الأماكن. He saw sand dunes in the desert. He saw يعني رأى وشاهد الكثبان الرملية in the desert في الصحراء. He wrote about his travels in his diary. He wrote about his travels، يعني كتب عن رحلاته أو سفرياته في مذكرته. ماركو بولو ميوزيوم is in China. ماركو بولو ميوزيوم يعني متحف ماركو بولو ده موجود في الصين. He was a great explorer. He was a great explorer، يعني هو مستكشف عظيم. Again مرة تانية. I live in Egypt. I live in Egypt. I love Egypt so much. I love Egypt so much. I like reading. I like reading. I read about a famous traveler in the past. I read about a famous traveler in the past. He is Marco Polo. He is Marco Polo. He was from Italy. He was from Italy. He traveled to a lot of places. He traveled to a lot of places. He saw sand dunes in the desert. He saw sand dunes in the desert. He wrote about his travels in his diary. He wrote about his travels in his diary. Marco Polo Museum is in China. He was a great explorer. He was a great explorer. طبعا في كتابة الباراجراف بنراعي تنسيق باراجرافنا، وبنراعي علامات الترقيم، يعني بداية الجملة حرف كابيتال، في النهاية بنضع فلسطوب. وطبعا أسماء الأشخاص زي ماركو بولو كابيتال، دول زي إيجيبت الإي كابيتال، في إيطالي الإي كابيتال، الصين السي كابيتال. طبعا علامات الترقيم بداية الجملة، الفلسطوب، أسماء البلاد والمدن والأشخاص. طبعا حروفها الأولى بتبقى إيه كابيتال. أيضا بنراعي السبيلينج للجملة يكون مكتوب صح، يعني travels for example places explorer museum and so on. بنراعي في كتابة الباراجراف إن أنا بكتب كده بس بترك مسافة ما بين كل كلمة والكلمة التي تلي، وما ننساش إن إحنا في بداية الباراجراف بنترك مسافة كلمة وبنبدأ الباراجراف بتاعنا. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وانتظرونا مع حلقات أخرى من حلقات باراجراف الصف السادس الابتدائي. ما ننساش طبعا اللي عاجبه
لايك للفيديو، لايك اضغط على لايك، ولو مش مشترك في القناة سبسكرايب للمزيد من الفيديوهات، وبالتوفيق للجميع. ودي قناتنا للمرحلة الإعدادية، قناة علي جودة بالإنجليش. كل ما تتمناه تجده على القناة للمرحلة الإعدادية. ودي قناتنا للمرحلة الثانوية، سر التفوق والنجاح. تابعونا، والتوفيق للجميع.